بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 26 ديسمبر سنة 1898، ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة. وسنة 1941 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يلقي خطاب أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من 3 أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وسنة 1957 تم عقد مؤتمر التعاون الأفريقي الأسيوي في القاهرة. وزي النهاردة 26 ديسمبر سنة 1991 تم حل الاتحاد السوفيتي. أما عن مواليد زي النهاردة، فسنة 1976 اتولد الممثل الكندي بارد سوايل، واللي من أعماله باربي and the three musketeers. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 2000 رحل الممثل الأمريكي جيسون روبرتس، واللي من أعماله ماجنوليا. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة من كل سنة هو يوم الصناديق في المملكة المتحدة. أما سنة 1960 كان العرض الأول لفيلم أبو الليل، إنتاج محمود المليجي وإخراج حسام الدين مصطفى، والفيلم بطولة سامية جمال، أحمد رمزي، زيزي البدراوي، محمود المليجي، عدلي كاسب، ومحمد رضا. وزي النهاردة 26 ديسمبر 1984 اتعرض لأول مرة فيلم عندما يبكي الرجال، إنتاج وإخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة فريد شوقي، نور الشريف، مديحة كامل، فاروق الفشاوي، سمية الألفي، وصلاح رشوان. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.